طبعا هيشرفنا الآن كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز، ولكن قبل ما أقدم الكابتن ناصر وأحييه طبعا مش عايز أقول استفزني، بس استغربت من كلام الكابتن أيمن عبد الله المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بعد المباراة، اللي قال لك المباراة لم تشهد عدالة. عدالة في إيه؟ أنا مش عارف. إحنا معانا كابتن ناصر عباس، هيقول لنا بقى بالظبط العداله المفتقده اللي اتكلم عليها كابتن ايمن عبد الله. مساء الخير يا كابتن ناصر، منور. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد ريال. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي سيراميكا. ايه حكايه العداله دي يا كابتن؟ شوف يا كابتن ايمن، يعني دايما بنقول للحكم، يعني هنتكلم الاول بصفه عامه على محمد معروف في المباراه. هو عمل استراتيجيه كابتن اسامه ايه؟ ان الشوط الاول يطلع باقل عدد من الانذارات، وده مش موجود في التحكيم يا كابتن اسامه. كابتن عادل، انا كحكم ما صعبش المهم على نفسي. في حاله تستحق البطاقه كابتن شريف، بدي بطاقه. طب يعني قلنا دايما الصوره بألف كلمه كابتن عادل، ومش كلام مرسل، ولا احنا في قناه الاهلي بنقول كلام، لا احنا معانا حالات تحكيميه. لو هنتكلم على التحكيم يا كابتن شريف، لا الشوط الاولاني في بطاقه حمراء لم تشهر، ده بالتحكيم للاعب سيراميكا احمد ياسر ريان في خطأين متتاليين يا كابتن ايمن. مظبوط، خطأين ورا بعض، ولا خد انذار في الاولى ولا خد انذار في الثانيه. لو هنتكلم على التحكيم، يعني النهارده في بطاقه لم تشهر لاحمد ياسر ريان، ومعانا الحالتين هنجيبهم كابتن عادل. بشكل عام هو معروف نجح في اداره المباراه، ولكن كان عنده مشكله في العقوبات الانضباطيه كابتن عادل. اكثر من انذار كان المفروض هو يشهرهم، هو عاوز يلعب المباراه باقل عدد، وده طبعا في الحسابات ما ينفعش، لان في الاخر خالص بنوصل لنين الشوط الثاني صعبت مهمه الحكم يا كابتن عادل في الشوط الثاني، نتيجه ان في انذارات ما خرجتش طوال الشوط. الاعتراض بعد هدف امام عاشور، كان انا جايب الهدف كابتن خطوه بخطوه، هل في مخالفه تمت؟ ما الاعتراض على ايه؟ احنا قلنا الهدف لما بيجي الاعتراض مثلا، هل تسبق الهدف في مخالفه كابتن اسامه؟ الاعتراض على ايه؟ انا جاي بس اول حاله معانا الهدف خطوه بخطوه، ونشوف الهدف يعني صحيح ولا في مشكله. شوف هنا الحاله معانا كابتن، هنا امام عاشور النهارده هنا هنا في باص بالخطا، تروح على النادي الاهلي بيقطع، بتروح تاني لامام عاشور هيستلم. نمشي يا كابتن ايمن كويس، هنمشي. هل امام عاشور ارتكب مخالفه؟ هنا عدى، مفيش اي مشكله خالص. ده هنا في مخالفه كمان، وهو عدى كمان، عنده اصرار، عنده قوه، عنده سرعه، وعنده هدف. الهدف هنا جه سليم 100%. بيعترضوا على الراجل اللي جاب الجول بالظبط كده. فهنا انا بس انا عايز اوضح ان هنا الهدف يا كابتن شريف هدف سليم، من بدايه التحضير لنهايه تسجيل الهدف لا توجد اي مخالفه تسبق الهدف، واعتراض لاي سيراميكا على الهدف ما كانش اعتراض كابتن مقبول. لا، والاعتراض بصوره مبالغ فيها بالظبط، تعدى الحدود. احنا بنوضح هنا يا كابتن ايمن، الراجل اسمه محمد توني ده اللي لما اداله الانذار وكان لازم يطرد بعدها على طول. طيب احنا بس يا كابتن احنا هنجيب، جالهم صدمه بس ده طبيعي في الكوره، ان في اخر دقيقه طب واحنا ذنبنا ايه بقى؟ فهو جالهم يعني كان احساسهم ان داخلين على ضربات جزاء. صح كابتن اسامه، انت قلت حاجه جميله جدا. هو رد الفعل الهدف في الدقيقه كام؟ 95 وهو حسب 6 دقائق. ده نتيجه الاعتراض، ولكن انا عاوز اوضح للساده المشاهدين ان هدف امام عاشور هدف لا تسبقه اي مخالفه، هدف صحيح 100%. هذا الاعتراض زي ما كابتن اسامه عرابي قال كده، نتيجه ان الهدف جاي في وقت قاتل، لا وعدم انضباط منه بالظبط كده. وهنا يمكن معروف بقى يلعبوا ضربات جزاء، قابل الاعتراض ببطاقه حمراء. اكيد هنا في حاجه اتقالت يا كابتن شريف، طالما بطاقه حمراء مباشره تجاوز، اكيد في حاجه اتقالت، مش انذار، لا بطاقه حمراء، يبقى في كلام اتقال. طبعا الكلام هيكتب الحكم، هيكتب الكلام ده في تاريخه. انا بس حبيت اوضح الخطوه بخطوه، هدف امام عاشور هدف صحيح، ولا يعني مبرر للاعتراض لاعبي سيراميكا على صحه الهدف. تعال بقى نشوف الكلام اللي حضرتك قلته لي في بدايه الحلقه. تعال واحده واحده كابتن بلال والنبي تخليك معايا عشان نشوف هل هنا في بطاقه. هنا نشوف هنا، ادي واحده دوس على الرجل، هنا في دهس فوت اون فوت، يعني يا ريت تجيب لي مثلا، ممكن يجي له شرخ فيها بالظبط. هنا ادي واحده، هنا احمد ياسر ريان، هنا مع مين؟ مش محميه، مع مين؟ هات اللايف تاني معلش من فضلك يا كابتن. مع منى، مع منى، مع منى. هقول لك على مفاجاه يا بلال، وتحكيميا احنا متفقين ان دي فيها انذار صح؟
عارف مين اللي استفاد من اللعبه ديت؟ لاعب سيراميكو. ليه؟ لو انا النهارده اديت دي في انذار يا كابتن، من حق اللاعب يتعالج داخل ميدان اللعب. بلال تاني. يعني هنا لو احمد اسران خد البطاقه الصفراء، انا من حق يا كابتن شريف محمد عبد المنعم يتعالج داخل ميدان اللعب، ما اخرجش بره. ده النهارده اللي خرج من بره الملعب يتعالج منعم. اذا النهارده انت النهارده بهذا القرار النادي الاهلي اتاثر بوجود لاعب خارج ميدان اللعب. القانون بيقول ايه؟ لو انت كلاعب ارتكبت مخالفه الانذار ضد المنافس، المنافس من حقه يتعالج داخل ميدان اللعب وما يخرجش يعالج. هنا في الحاله ديت انذار مستحق، لم تشهر البطاقه. دي اول بطاقه يا كابتن العيل. احنا بنتكلم على طول. بنتكلم، تعالى بقى وراها على طول. هنا نشوف ادي الثانيه، نتكلم في دقيقه كام؟ 21. ولا هناك خد بطاقه ولا هنا في اللعبه دي خد بطاقه احمد ياسر. نشوف الدخول، اسلوب الدخول يا كابتن هنا. ده مش التهور موجود. هنا التهور، بص هنا كابتن. كابتن بلال كان لازم هنا بلال بحاول. ادي واحده سامع رابي. ادي الثانيه، ادي لعبتين. هذه يعني انا بس عاوز حضراتكم انتوا تبقوا معايا. هنا تستحق بطاقه، واللي اللعب اللي قبل كده تستحق البطاقه. ادي عندنا بطاقتين يا كابتن عادل. طرد احمر، طرد احمر. انا مش حسابات بقى، ما اقولش ان انا الشوط الاولاني هقلل انذارات عشان اعدي بالماتش. انت كده صعبت المباراه على نفسك. انا بس ردا على ان الحكم يعني صح. تحامل. لا الحكم ده بالعكس، يعني مش موجود. الحكم تحامل على مين؟ هنا عبد المنعم او اللاعب الاهلي هنا بينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا في لعبه على الاقل كنت اديت بطاقه صفراء في اي واحده من دول. ولكن ولا هنا خد صفراء ولا هنا خد صفراء. دول حالتين احنا حابين. ما شفناش لعيبه النادي الاهلي بتعترض زي ما حدش اعترض لعيبه سيراميكا. هنا نشوف هنا تميز قوي قوي لسامي هلهل حكم المساعد رقم واحد يا كابتن. لعبه جميله جدا جدا. وشوف حاله من الحالات الصعبه قوي. نشوف هنا تمرير من امام عاشور لورا لبيرسي. تركيز الحكم المساعد هنا يا كابتن عادل ربط كويس قوي قوي لحظه اللعب ومركز تسلل احمد هاني مغطي بالظبط. وهنا انا بقول هنا حاله من الحالات المهمه جدا. هنا بنشوف الحاله اللي جايه. هنا كان في يعني مراجعه الفار، وانا شايف ان هنا ما كانش فيه. بص نشوف هنا مفيش مخالفه ابدا على لاعب سيراميكا. يعني البعض كان بيقول ان هنا في لمسه يد او في احتكاك، ولكن هنا شايف هنا القرار كان لحكم المباراه. هنا خلاص نجح، هنا لعب ركبته محمد طاهر، وبالتالي هنا مفيش مخالفه كابتن هنا للنادي الاهلي في هذه الحاله. الحاله اللي جايه ونشوف هنا بالقياس. نشوف ها نشوف يا كابتن تاني. نشوف كابتن هات لي اللايف بعد اللعبه دي، هقول لك قد ايه القرارات التحكيميه. هنا هات اللايف. هاند بول وفاول تعالى في كام خطا يا كابتن؟ تلاتة كل حاجه واحده واحده. ونبي بقى يعني يا ريت بس عشان نوضح يا جماعه ان الحكم تحامل على الاهلي. تلاتة تحامل على الاهلي. ادي واحد، ادي اتنين مش شد موجود من الشرطه. طب اقول لك فين البطاقه يا كابتن ايمن؟ مفيش. احنا بنتكلم بالحالات بالحالات يا كابتن عشان بس نقول للناس هذه مخالفه. نمره واحد، معلش يا محمد. ادي هاند بول، ادي واحده الثانيه، ادي الثانيه الثالثه، تمام ثلاثه يا كابتن. طيب انت اولا وقفت هجوم واعد، يعني كان ممكن يا اسامه تعمل ايه؟ حتى يا سيدي عشان تخلي شكلك حلو، خلي اللعبه تواصل. انت وقفت اللعب هجمه للنادي الاهلي، بمعنى يعني كده كان في فرصه، في فرصه اللاعب الاهلي رايح. ثم انت النهارده كمان ما اديتش بطاقه صفر. صح. ادي ثالث حاله على اللاعب سيراميكا. وهنا بنشوف هنا ادي واحد، ادي اثنين، وهنا المسك اهو اهو المسك اهو. الحاله دي في المسك. انت كنت قطعت الفرصه، تمام يا كابتن ولا مش تمام؟ والمسك دي انذار. انت وقفت، طب وقفت ليه؟ ادى انذار. لا مش انذار بقى، ما انا بقول لك اهو. طب بص الشده دي. طب انا بقول لك يا كابتن هنا، انا بقول بتكلم برد على كابتن يعني ناصر ده كل نقله والثانيه الثالثه فاول. طيب 45 دقيقه. تعالى اوريك حاجه ثانيه. انا بجي لك، تعالى نشوف. طبعا هنا عبد المنعم طبعا يعني تقديره كويس ونجح في لعب الكره، وطبعا حاله صعبه جدا ان هو ينجح في لعب الكره هنا ومفيش اي مخالفه، وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم في ان هو هنا عبد المنعم بيوصل للكره. ياسر 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 انا اسف، لعب الكره خلاص يا كابتن ومفيش اي مخالفه. وانا بس جايب اللعبه ان مفيش فيها اي مخالفه، وياسر هنا نجح في لعب الكره. تعالى اقول لك هنا بالقياس بقى بس نفسها، انا عاوزك تجاوب ليه الكارت بقى. قارني بقى باللعبه ديت باللعبه اللي فاتت بالظبط. هات لي قاعده كده. هنا تم اشهار بطاقه صفراء علي معلول. علي بيقول له برضه ها شوف ها
ولا رايح على الجون ولا اي حاجه. لا نشوف بس يا كابتن انا هنا انذار علي معلول هنا خلاص هنا شد انذار هنا شد مظبوط هو هنا اشهر بطاقه صح بس لازم كان لازم يعمل كده هنا بس ده احنا عايزين نقول ان ايه ان دي مظبوط هي دي نفس المعيار اخت من نفس المعيار ولكن هناك كابتن عادل الصوره معانا احنا ما بنقولش كلام من دماغنا هنا انذار لعلي معلول انذار مستحق ولكن كان يجب انذار لاعب سيراميكا في اللعبه اللي فاتت دي كانت اخر حاجه وحاله معانا الانذار مستحق ولكن بشكل عام هو نجح في اداره المباراه ولكن كابتن انت صعبت المأمورية على نفسك نتيجه انك انت دخلت باستراتيجيه اقلل الكروت المباراه بعد كده حصل فيها ايه اخطاء كتيره عقوبات انضباطيه لم تشهر وبالتالي عدد الاهلي هدف اللي جه بيغطي على كل الاحداث ولكن بشكل عام نقول توفيق للتحكيم تاني المصري المباراه اللي جايه مباراه مهمه جدا يا كابتن شريف مظبوط اعتقد يعني انا من وجهه نظري البنا هيكون البنا طبعا هو حكم المباراه توفيق طبعا البنا وطاقم التحكيم اللي جاي يعني المباراه هتدي شكل تاني للتحكيم المصري كابتن ايمن ومبروك للنادي الاهلي ومبروك للاستوديو التحكيم الله يبارك فيك كابتن شكرا جزيلا كابتن نصر نورتنا